المتابعين، كما شاهدتم متابعينا في مقطع الفيديو، قامت قوات التدخل السريع ومكافحة الشغب للدرك الوطني الجزائري بمجابهة واعتقال الرعايا الأفارقة الذين تجرؤوا واحتلوا سكنات عدل بالرحمانية، مطالبين بمنحهم الإقامة والسكن مثلهم مثل الجزائريين كما يفعلون عادة في تونس والمغرب. لكن الرد كان سريعا بالقنابل المسيلة للدموع والمياه الساخنة والاعتقال المباشر مع التقديم الفوري للعدالة، حيث صدرت أحكام إعادتهم لبلدانهم الإفريقية بالحافلات الأسبوع القادم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا يعتدوا على ممتلكات الشعب الجزائري الذي استضافهم لدواعي إنسانية فظنوها ضعفا واستكانة. ما رأيكم في ردة فعل قوات الدرك الوطني؟ شاركونا آراءكم.